وتستعد الآن الوفود الإعلامية لالتقاط لحظات مغادرة جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وضيفه الكبير فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث يقف الجميع هنا إلى جوار السيارة الملكية التي ستقل جلالة الملك وفخامة ضيفه الكبير. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المواطنون، العالم كله الآن يتطلع بعين الثقة، بعين الأكبار إلى هذه البلاد، إلى المملكة العربية السعودية، إلى هذه الدولة بقيادتها الرشيدة الحكيمة، حيث تنظر كما قلنا بعين الإجلال والإكبار يرقبون معنا عبر الصورة الحية المنقولة عبر الأقمار الصناعية إلى مختلف دول العالم أجمع، يتطلعون بعيون ملؤها الإكبار والتقدير لدور المملكة العربية السعودية في كل محفل عربي ودولي، وإلى كل تطلع نرسم فيه الخير تلو الخير لشعوب العالم ودوله. اللحظات تتخذ استعدادا لمغادرة موكب جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وضيفه الكبير فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والتلفزيون يسجل لكم لحظة بلحظة وقائع الاستقبال ومغادرة المطار، حيث تعيشون بالصورة الحية معنا من خلال الشاشة، ويعيش معنا العالم أجمع عبر الأقمار الصناعية، ونحن ننقل لكم وقائع هذا الاستقبال الكبير. أيها السادة، وتسعد الرياض اليوم، تسعد بهذا اللقاء كما تسعد مع هذا اللقاء قلوب الملايين من أبناء هذه البلاد. وفي هذه اللحظات أيها الأخوة، يتجه جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله وفخامة ضيفه الكبير فخامة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، يتجهان إلى السيارة الملكية لمغادرة المطار والاتجاه برعاية الله وحفظه إلى قصر الضيافة المعد لنزول فخامته. أيها السادة، والميكروفون مع زميل آخر. أيها السادة، بين مظاهر الترحيب والتقدير وبعد استراحة في الصالة الملكية وتناول القهوة العربية والمرطبات، تتحرك الآن العربة السوداء، يرفرف عليها العلمان السعودي والأمريكي، تقل فخامة ضيف البلاد الكبير ضيف جلالة الملك المفدى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وحضرة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز ملك البلاد المفدى. وتتحرك المواكب بعناية الله، وبين الجماهير التي احتشدت في الساحات الخارجية للمطار وعلى امتداد الطريق الذي سيسلكه الموكب، وهي تقول أهلا وسهلا
وترحب وتلوح معبرة عن عميق التقدير والحب لما يربط الإنسان بالإنسان من علاقات وطيدة ومصالح مشتركة تنحو إلى كل ما يحقق الخير لكل الدنيا. أيها الإخوة المواطنون، بهذا ينتهي هذا النقل، نستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيدينا وعدينا أمل الأمة يا أبو بندر، لم النهضة ودينا أمل الأمة يا أبو بندر، فوق العزة خلينا أمل الأمة يا أبو بندر، خذ بيدينا وعدينا أمل الأمة يا أبو بندر، لم النهضة ودينا أمل الأمة يا أبو بندر، فوق العزة خلينا قولوا حنا جنبك حولك يا أبو بندر، ما نتردد نمشي بقولك يا أبو بندر، قولوا حنا جنبك حولك يا أبو بندر، ما نتردد نمشي بقولك يا أبو بندر، أمل الأمة يا أبو بندر، أمل الأمة يا أبو بندر. أمل الأمة يا أبو بندر، خذ بيدينا بلي حدود بلي حدود، شعبك ما يخالف عن دربك، سمع وطاعة وحنا جنود حنا جنود. أمل الأمة يا أبو بندر، خذ بيدينا بلي حدود بلي حدود، شعبك ما يخالف عن دربك، سمع وطاعة وحنا جنود حنا جنود، قولوا حنا جنبك حولك يا أبو بندر، ما نتردد نمشي بقولك يا أبو بندر، قولوا حنا جنبك حولك يا أبو بندر، ما نتردد نمشي بقولك يا أبو بندر، أمل الأمة يا أبو بندر، أمل الأمة يا أبو بندر.